المسبحة للكاتبة الإنجليزية فلورنس باركلي، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. الفصل السادس. يا آنسة تشامبيون، إن دورك هو التالي، إذ يعرض الآن آخر جزء من البرنامج المحلي، وسوف تشرح الدوقة عند انتهائه ظروف مرض فيلما بالتهاب الحنجرة، ونرجو ألا تدعوه بالزائدة الدودية، وبعد ذلك سأعلن دورك، فهل أنت على استعداد؟ هذا ما قاله جاريث دالمين لجين بوصفه رئيس التشريفات حين عثر عليها في الشرفة ووقف أمامها تحت أضواء المصابيح الصينية الخافتة. وكانت الزهرة القرمزية في عروة سترته تتسق مع الجوربين القرمزيين اللذين كانا في قدميه، وقد أضفى اللون مسحة فنية على لوني ملابس السهرة الأسود والأبيض. وتطلعت إليه جين وهي مستلقية في مقعدها الخيزراني، وابتسمت في وجهه الملهوف وقالت بعد أن نهضت من مقعدها وسارت بجواره: إني مستعدة، فهل كل شيء على ما يرام؟ وهل هناك عدد كبير من النظارة؟ فأجابها جاريث: أفواج والدوقة في غاية المرح، فالحفلة أبهج من المعتاد، ولكن الوقت حان لأهم أحداث الليلة، فأين كراستك الموسيقية؟ فقالت جين: شكرا لك، سأعزفها من الذاكرة، لأن هذا يوفر علي عناء تقليب الصفحات. ثم دلفا إلى قاعة الموسيقى ووقفا خلف الستائر التي حفت بالدرجات الست المؤدية إلى المسرح، وهمس جاريث في أذنها قائلا: أنصتي إلى الدوق، أتسمعين قولها؟ إن ابنة أخي جين تشامبيون قد تلطفت وقبلت أن تسد النقص. معنى ذلك يا أنسة جين أن تستعدي لاعتلاء المنصة بعد نصف دقيقة. كان أدعى للتخفيف عنك ألا تسهب في الحديث عن فيلما، ولكن لا بأس، فلقد اعتادوا منها هذه الأمور. هل سمعت؟ التهاب الزائدة الدودية، ألم أقل لك؟ مسكينة مدام فيلما، فلنأمل ألا يتسرب هذا إلى الصحف المحلية. يا الله، لقد بدأت تتوسع في الحديث عن الأمراض التي شاعت في المجتمع الحديث. حسنا، سيتيح لنا ذلك برهة نستجمع فيها جلدنا. وعلى ذكر ذلك يا أنسة تشامبيون، لقد كنت أداعبك بما قلت في الأصيل عن العزف والغناء، وبوسعي أن ألازمك بالعزف إذا أردت. كلا، حسنا، لك ما تشائين، ولكن اذكري أن غناء القطعة يتطلب صوتا عاليا حتى يترك أثره في السامعين في هذه القاعة الفسيحة، لا سيما وهي مزدحمة الآن. ها قد انتهت الدوقة، هل أمي؟ تنبهي إلى أولى درجات السلم، يا للعنة ما أشد الظلام خلف الستار. ثم مد لها يده فصعدت جين الدرجات وظهرت للجمهور المجتمع في قاعة الموسيقى بقصر أوفردين، وبدت قامتها أطول من المعتاد وهي تسير منفردة على المنصة المرتفعة، وكانت مرتدية ثوب سهرة أسود خفيفا تزين صدره دانتيلا قديمة ثمينة، وعقدا من اللؤلؤ أحط بعنقها، وتأملها الحضور حين ظهرت وصفقوا لها مستريبين، إذ كان اسم فيلما في البرنامج قد أثار في نفوسهم آمالا، فإذا بهم يرون في مكانها الآنسة تشامبيون التي كان من المؤكد أنها تتقن العزف جيدا، ولكن هذا لم يكن يعني أنها تجيد الغناء وأنها جديرة بأن تتطوع لأداء أغنية فيلما. ولو كان الحضور أكثر كياسة لحيوها تحية تذكي من تحمسها، ولعبروا عن تقدير كريم لمجهودها الكبير وعن أمل سخي في نجاحها. أما هؤلاء الحضور فقد أعربوا عن توجسهم في تصفيقهم الفاتر. وابتسمت لهم جين بنفس الراضية ثم جلست إلى البيانو وكان كبيرا،
وألقت نظرة على عقود الورد البيضاء والصليب المصنوع من الورود الحمراء، ثم وقعت النغم الأول في معزوفتها وشرعت تغني دون تلكؤ ولا مقدمات، ورن صوتها العميق الكامل النبرات في أركان القاعة الفسيحة، فساد الحضور صمت شامل فجائي، وأخذ كل مقطع يشق حجاب الصمت، وقد انطلق به صوت حنون ذو عذوبة سلبت الألباب حتى كادت القلوب تكف عن الوجيب، وقد غلبتها الانفعالات العاطفية الجياشة. أما أولئك الذين تغلغل سحر الأغنية إلى أعماقهم سريعا، فقد تجاوبت مشاعرهم بمزيد من العمق مع سحر الموسيقى، وأخذت جين تنشد: إن الساعات التي قضيتها معك يا قلبي العزيز لتتمثل لي كعقد من اللآلئ، أعدها واحدة فواحدة، إنها مسبحتي مسبحتي. وانسابت الكلمتان الأخيرتان همسا برقة واستغراق وعذوبة في الصمت السائد، تحملان عالما من الذكريات، ذكريات امرأة وفية كبيرة القلب، تستعيد لحظات ناعمة كانت لها في الماضي. وأمسك المستمعون أنفاسهم، فما كانت هذه بأغنية، إنها خفقة قلب. انبعثت في نغمات عذبة انسابت لها الدموع من المآقي، وإذا الصوت الذي أدى الأبيات الأولى في هدوء يرتفع في موجات سريعة من ألم راجف. كل ساعة لؤلؤة وكل لؤلؤة أدعية لتهدئة قلب يعتصره الغياب، وإني لأحدث كل حبة حتى نهاية الحبات، وهناك أجد صليبا مدلى. ولقد ألقت بالكلمات الأربع الأخيرة بقوة وحرارة فجائيتين، أرسلتا تيارا كهربائيا في الحضور، فإذا التوتر الذي نجم عنه يسري إلى الآذان، وفي لحظة الصمت التي أعقبت ذلك وفي اللحظة التالية انحدر الصوت الهادئ في نعومة بالغة، معبرا عن جلد يصمد للأزمات ولا يرهب مواجهة أقصى الآلام، ولكنه مع ذلك ضم عذوبة فياضة أكسبها احتمال الأوجاع غزارة. يا للذكريات التي تبارك وتحرق، يا للكسب العقيم ويا للخسارة المريرة، إنني أقبل كل حبة وأسعى جاهدة لأتعلم كيف أقبل الصليب، أقبل الصليب. ولا يمكن لمن لم يسمع جين تغني أغنية المسبحة أن يتصور ما بلغته وهي تغني إنني أقبل كل حبة. كانت نبرة الحنين والوجد تشي بحب ينبض بالأنوثة، ينبض بالأنوثة والجمال والحب، حتى لقد نسي الحضور شخص المغنية برغم أن بينهم من كانوا وثيقي المعرفة بها، وغمرهم السحر الذي انساب من أدائها للأغنية. والمقطوعة التي تبدأ بالعزف على وتر واحد تختتم بالعزف على وتر واحد، وقد وقعت جين النغم الأخير في نعومة وخفة، ثم نهضت وغادرت البيانو لتبرح المنصة، وإذا بعاصفة من التصفيق الحار تنطلق من المستمعين، فأجفلت جين وترددت ووقفت، ثم نظرت إلى ضيوف عمتها وكأنها ذهلت لوجودهم، ثم أشرقت ابتسامتها البطيئة المألوفة في عينيها وسرت منهما إلى شفتيها، ووقفت في منتصف المنصة لحظة مرتبكة والخجل يكاد يغلبها، ثم والت سيرها وإذا بها تسمع أصواتا لرجال تهتف: مرة أخرى مرة أخرى. ولكنها غادرت المنصة، ولكنها لقيت خلف المسرح وفي ظلال الستائر مفاجأة أخرى هزت كيانها أكثر مما فعل هتاف جماهير السامعين. فقد وقف جارت دالمين عند أسفل الدرجات ممتقع الوجه وعيناه تومضان كنجمين يحترقان،
وظل برهة جامدا حتى هبطت الدرجة الأخيرة ووقفت إلى جانبه، وعند ذلك وبحركة فجائية أمسك بكتفيها وأدار وجهها نحوه قائلا: عودي. واجتذبت لهجته المرتجفة عيني جين إلى عينيه في ذهول أخرس، بينما استطرد جاريث مهيبا بها: عودي حالا وأنشدي الأغنية مرة ثانية، كلمة فكلمة ونغمة فنغمة كما فعلت من قبل، ولا تقفي هنا جامدة، عودي الآن، عودي حالا، ألا تشعرين بأنك يجب أن تعودي؟ فنظرت جين إلى عينيه اللامعتين وقرأت فيهما ما برر لهجة الأمر التي كان يصدرها لها، فما كان منها إلا أن صعدت الدرجات دون أن تنطق بكلمة واحدة، وسارت في هدوء على المنصة وجلست إلى البيانو، وكان القوم لا يزالون يهتفون، فضاعفوا من مظاهر اغتباطهم عندما ظهرت على المنصة، أما جين فقد جلست على المقعد دون أن تعيرهم التفاتا، وقد اجتاح كيانها شعور غريب لم تحس بمثله من قبل، فما حدث لها في كل حياتها أن أطاعت أمرا صارما، وكانت مربيتها ومعلمتها قد اكتشفتا في طفولتها أن لا سبيل إلى تنفيذ رغباتهما لديها بالأمر، بل كانتا تصوغان طلباتهما في كلمات تعنيان بانتقائها أو رجاءات رقيقة تحرك مشاعرها وإدراكها، وكان أي أمر غير مستساغ أو أي أمر مستساغ ولكنه لم يرفق بإيضاح يقابل بالرفض البات، وقد ظلت هذه النزعة تلازمها وإن خفت شدتها مع الأيام، بل إن دوقة نفسها اعتادت أن تقول لها: أرجوك يا جين. ومع ذلك فها هو ذا شاب ذو وجه أبيض ممتقع وعينين ملتهبتين قد ردها على عقبيها دون مجاملة، وأمرها بأن ترقى الدرجات، وحتم عليها أن تعيد غناء الأنشودة نغمة فنغمة وكلمة فكلمة، فأقبلت تلبي أمره في استكانة. وعندما جلست صمتت فجأة على ألا تغني المسبحة مرة أخرى، وكانت لديها قطع أخرى أبدع منها، كما أن القوم كانوا يتوقعون قطعة جديدة، فلماذا تخيب أملهم لكي تطيع أوامر شاب اشتد به الانفعال؟ وبدأت تعزف المقدمة الرائعة للحن هندل: إلى أين تسيرين؟ ولكن شعورها بالحقيقة والإنصاف تغلب عليها وهي تعزف. إنها لم تعد إلى المنصة لتغني ثانية بناء على أمر شاب مشبوب الانفعال، وإنما من أجل رجل بلغ التأثر به مبلغه وجاشت عواطفه بشكل لم يكن لها به عهد. كان تأثر جاريث دالمين إلى الدرجة التي نسي عندها ما اعتاد أن يحرص عليه من أصول اللباقة، ولو للحظة واحدة أسمى تحية يمكن أن توجه إلى فنها وإلى أغنيتها. وبينما كانت تعزف لحن هاندل وقد أبدعت في عزفها، فكأنها فرقة موسيقية كاملة قد تجمعت على البيانو تحت أصابعها القوية الثابتة، فطنت فجأة إلى كلمة يجب التي وجهها إليها جاريث، وإن لم تكد تفقه معناها فعقدت العزم على أن تنصاع لما كانت توحي به من ضرورة. وحالما أتمت عزف المقدمة صمتت لحظة بدلا من أن تشرع في غناء الأنشودة الكبرى، ثم تحولت تعزف افتتاحية المسبحة ونفذت ما أمرها به جاريث: إن الساعات التي قضيتها معك يا قلبي العزيز لا تتمثل لي كعقد من اللآلئ، أعدها واحدة فواحدة، إنها مسبحتي، مسبحتي، كل ساعة لؤلؤة وكل لؤلؤة أدعية لتهدئة قلب يعتصره الغياب، وإني لأحدث كل حبة حتى نهاية الحبات، وهناك أجد صليبا مدلى، يا للذكريات التي تبارك وتحرق، يا للكسب العقيم
ويا للخسارة المريرة. إنني أقبل كل حبة وأسعى جاهدة لأتعلم كيف أقبل الصليب. أقبل الصليب. ولما انتهت وتركت المنصة كان جارث ما يزال جامدا بلا حراك في أسفل الدرجات، وكان وجهه ممتقعا كما تركته، أما عيناه فقد زالت عنهما تلك النظرة التي توحي بالدموع المكبوحة والتي دفعتها إلى العودة للمنصة تحت تأثير أمره دون أن تنطق بكلمة استفسار أو احتجاج. وأصبحتا تشعان بنور عجيب، نور إعجاب متبتل مس قلب جين لأنها لم تر مثيلا له من قبل، فابتسمت وهي تهبط الدرجات ومدت له يدها بحركة لا شعورية كلها صداقة ورشاقة. فخطى جارث إلى أسفل الدرجات وأخذ يديها بين يديه وهي بعد فوق الدرجة العليا، واحتواهما صمت ظل لحظة لم ينبس أحدهما خلالها بكلمة واحدة. ثم همس جارث في صوت خافت يهتز انفعالا: أوه يا إلهي. فقالت: صهن، ما أحببت قط أن أسمع اسم الله يذكر بهذه السهولة المرحة يا دال. فهتف: يذكر بسهولة مرحة؟ ما من كلام سهل مرح ينطاع لي الليلة. كل منحة كاملة هي من فوق، فإذا كانت الكلمات تعوزني للحديث عن المنحة أتراك تعجبين إذا نطقت باسم المانح؟ فسددت جين نظراتها إلى عينيه اللامعتين وأشرقت عيناها بابتسامة طروب وقالت: إذن فقد أعجبت بأغنيتي. فأجابها جارث وقد انتشر على وجهه ستار من الحيرة: أعجبت بأغنيتك؟ لست أدري إن كنت قد أعجبت بأغنيتك. وسألته جين ضاحكة: إذن فلما هذا الإسراف في الإطراء؟ فأجاب هامسا: لأنك قد أزحت القناع فإذا به أنفذ إلى الأعماق. وكان ما يزال ممسكا بيديها في يديه حتى إذا نطق بالكلمتين الأخيرتين ثنى يديها إلى أعلى برفق وانحنى فقبل الإبهامين بخشوع واحترام وحنان ظاهر، ثم ترك يديها ودلف جانبا بينما مضت جين منفردة إلى الشرفة.